بتتحدث عنه حضرتك هو وثيق الصلة برؤية مصر 2030 التي ترتبط أيضا أحيانا أو ليست أحيانا ترتبط بشكل أو بآخر بالأهداف الإنمائية للأمم المتحدة أيضا 2030. ومصر قدمت توعية مراجعتين لهذه الرؤية، وأعلم أن هناك أيضا عمل مشترك مع الأمم المتحدة في هذا المجال. فيما يتعلق بهذه الرؤية، خاصة أن هي بتأتي مع ملف مهم للإصلاح الاقتصادي، كيف تسير مصر من وجهة نظر الأمم المتحدة؟ مصر في هذه اللحظة في الطليعة، وكما قلت مصر قامت باستعراضات طوعية لما قامت به من أجل تغيير الأمور. أولا نتحدث عن الرخاء، مجتمع يمكن للجميع أن يعمل. مصر قامت بعمل رائع في مجال الإصلاح الاقتصادي، عمل رائع، والكثير من الدول التي حاولت ذلك فشلت. ولكن مصر لديها سوق مستقل، لديها احتياطات مالية، خفضت معدلات البطالة، حسنت من أمور متعلقة بالعملة، أوجدتم نافذة من الفرص لتسريع وتيرة النمو. ولكن الأمر معقد، لأن البعض قد يشعر أن الأمور أكثر صعوبة. بالطبع أصبحت الأمور أكثر صعوبة في آخر عامين مثلا، ولكن مصر الآن في مرحلة تحاول تحقيق بعض النجاح الذي سيمكنها من أن تكون أكثر نجاحا، وعلى مدار السنوات القادمة القليلة ستتحسن حياة المزارعين، حياة المواطنين العاديين ستتحسن. نحن نشعر بالحماس وندرك أيضا أن ما زال علينا أن نعمل مع الحكومة المصرية في برنامج تكافل وكرامة، في برنامج التأمين الصحي، ونحاول أيضا العمل على قضايا المعاشات. هناك الكثير من الناس في هذه البلد ممن يعانون من بعض الضعف. نحن أيضا نعمل مع الحكومة في مجال إصلاح التعليم وفي مجال الصحة، لأن أسرع طريق إلى الفقر هي المرض. إذا كان لديك شخص مريض في العائلة لا يستطيع أن يعمل، يبدأ الفقر ينتشر في العائلة. وأول طريقة للخروج من دائرة الفقر هي التعليم، التعليم الجيد للشباب ليحصلوا على الفرص. سعيد جدا بسماع ما ذكرت حضرتك طبعا من مؤشرات إيجابية.